يوم إذا تعود مدينة عمو يزيد الترفيهية الخاصة بالأطفال المرة الثانية للسنة بحديقة تفاريتي بالقرب من السفارة الألمانية بتليم للجزائر الوسطى، طبعة انتظرها الأطفال والأولياء من أجل الاستمتاع بسهرة عائلية ترفيهية في أمسيات رمضانية مباركة. السهرات تتخللها عديد الألعاب والأغاني الترفيهية التي أرادها عمو يزيد أن تكون خاصة بالأطفال من أجل قضاء وقت ممتع في ليالي رمضان. أكثر من 8. حبينا يكون فضاء عائلي وين العائلات يقدروا يجوا مع أولادهم كل يوم. كاين ألعاب، كاين دي ترومبولين، كاين دي توبوغون، كل شيء بالمجان. وكاين مام الرعاة تاع هذه المدينة دايرين دي زاتولي ورشات رسم كامل ويقدروا يجوا لهنا. كاين حفلات والمدينة مفتوحة كل يوم. هو فضاء فيه اغاني تربويه جزائريه. عمو يزيد دار لهم اكثر من 100 اغنيه. صافي بليزير داروا اون اوكازيون باش الناس تخرج من دارها ولي زونفون ما كانش وين يروحوا ثاني. هاد لا فيت فورين هادي سا بيرمي او زونفون شونجي. جيت باش نشوف عمو يزيد ونشوف الكلون ونشوف الساحر ونشوف كاع الناس. فطور نجي ديريكت وراه الدراري قايل نروحوا عند عمو يزيد. وصلتهم جبتهم لقيتهم ما شاء الله اون فامي ما شاء الله. ماشي لي الله ما عندك ما تهضر ما عندنا ما نهضر الله يبارك. عمو يزيد شخص كريم ويحب الخير يحب يعلم الناس ويفهمهم. نجي نشوف عمو يزيد ونجي باش نلعب ونشوف الكلون وباش نشاهد ونشارك في المسابقة.